أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حوار خاص مع السيد أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي. شكرا سيادة الأمين العام على تلبية الدعوة. شكرا لكم وشكرا على إتاحة هذه الفرصة لنخاطب مشاهديكم. احنا اللي نشكرك أنك لبيت الدعوة سيادة الأمين العام. وأول سؤال ربما نطرحه هو الملف الاقتصادي سيادة الأمين العام اللي أصبح يشغل بال كل الجزائريين. أنت ليك نظرة، حزبك عنده نظرة، وأنت شخصيا ليك نظرة، وربما في بعض الأحيان تدعم الحكومة لكن في أحيان كثيرة تنتقد أداء العديد من الوزراء، وقلت بأنه على المعارضة تمدنا البديل. ربما بعض وجوه المعارضة ردوا عليكم سيادة الأمين العام، قالوا لك أحمد أويحيى هو اللي كان سير في الحكومة، هو اللي حزبه حزب ذراع من أذرع السلطة، هو اللي لازم يعطينا البديل تاع نموذج اقتصادي قوي. شكرا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تقول أخي الكريم أن التجمع إنسان للحكومة، وفي بعض الأحيان ينتقد الحكومة. لا نقول أننا ننتقد الحكومة، صحيح من حين لآخر نوجه بعض الملاحظات للحكومة، لكن في نفس الوقت الساحة اليوم صبحت ساحة العديد من الخطب. أنا بنعطيك مثال، في التجمع الوطني الديمقراطي ناشد الحكومة أن تبتعد على الاستدانة من الخارج. الكثير من الأبواق خبراء أو خبراء ما بين قوسين يقول لك لا، الحل في الاستدانة. إذن لازم يكون صوت مختلف وبحجة وتحليل. ثانيا فيما يخص المعارضة، احنا نقبل انتقادها، ما ناش نطلب منها. قريت في جريدة من جرائد قال الكلام الأمين العام للتجمع هو اعتراف فشل النظام. لا، طبيعة الحال مراوغة الخطاب تاع المعارضة هذا مقبول، لكن أنا نقول للمعارضة ما دام تقول لي أن الحكومة أو النظام مداي الجزائر للداهية الكارثة، هل لك بديل؟ إذا ما عندكش بديل علاش تقولي للشعب الجزائري أن الحكام باغيين يشنقوك يزادوا 2% مثلا في ضريبة التيفيا؟ هل تريد أن نمشي نسلف من الخارج باش نعمر الخزينة العمومية والميزانية؟ هذا سؤال، لأن سهل جيت تنتقد فقط. نحن نقول الشيء اللي نشوفوه في العالم فيه نقاش، أغلبية معارضة، لكن المعارضة كي تنتقد تأتي بأفكار بديلة لكي تكسب في آخر المطاف، تكسب المواطن، تكسب الناخب، باش توصل للمبتغى السياسي. سيادة الأمين العام، حبيت تقول بأنه هذا وش قدرت الآن الحكومة أو السلطة أو برنامج الرئيس، هذا وش يقدر يمد في الاقتصاد الوطني؟ ماناش قادرين نمدوا، يعني دول يقول لك قائل 10 سنوات بنات اقتصاد قوي. مثلا أحمد أويحيى لو غدوة يكون وزير أول أو رئيس الحكومة، وش يقدر يمد في البرنامج الاقتصادي؟ لا شوف، خليني التلاعب هذا والمراوغات هذه، هذا ما قدرت تبدل الميلاد. وش اللي هز أركان الجزائر اقتصاديا؟ هزتهم أزمة تاع سعر النفط. هل أزمة سعر النفط ضربت الجزائر فقط؟ يعني نتكلموا على الفشل، نسمع كثير خطاب الفشل. فشلت أمريكا في سياستها في سوق النفط، فشلت السعودية، فشل راهي أمة تاع بلدان ناتجة للنفط اللي هي تعاني، الكثير منها مشى لفاميلي، الكثير منها مشى يقترض من الخارج. إذن أولا نتفق أن مش قضية تاع فشل النظام الجزائري أو الحكومة الجزائرية أو كذا. ثانيا 15 سنة الدولة الجزائرية والحكومات الجزائرية المتتالية ما بناتش بلاد. يكفيك الحال روح تشوف سطيف، ما يختلفوش اثنين على المنشآت القاعدية. أصبر إيش المنشآت القاعدية؟ إعمار الاقتصاد يا أخي الكريم. قطب الاقتصاد الخاص المتنوع اللي موجود في ولاية سطيف واللي موجود في ولاية أخرى صباح وعشية وأنتم ما تسمعوا في تدشين مصانع، هذا كله وتيرة اقتصادية. الآن فهمني، مش نتكلمك أنت بارك الله فيك تصحفي، هذه الأطروحات المضادة للنظام اتفهمنا كيف أقوى بلدان اقتصادية في العالم من أمريكا إلى 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 عندما تكون أزمة قاهرة. المالية الجزائرية البلاد فقدت 2/3 من مداخلها. أنا ربما نفتح قوسية الأمين العام، هذه ما تقدرش يعني تخلق وضع، تخلق أزمة، تخلق ظرف لكيف ندبر مش نفوتوها. أنا معك. البديل يعني على ريع النفط. ربما الكثير يتكلم على أنه بلادنا عجزت على أنها تجيب بديل، يعني ما نبقاوش تابعين فقط للمحروقات. هذا هو ربما التجمع الوطني الديمقراطي عنده.
أخي الكريم، هذه كذلك ماهيش حقيقة اقتصادية. في الاقتصاد الجزائري النفط يمثل 35% لا أكثر في واردات أو مداخل الجزائر من بيع إلى الخارج، من بيع إلى النفط ولا الغاز. لكن الاقتصاد الجزائري إلى نقول 35% تاعو النفط، باقي فلاحة، باقي صناعة، باقي في اقتصاد تبنى وفي اقتصاد في طور التطور. الآن باش نوصل إلى دخول أسواق الغير، باش نعود في الوريد المداخل المالية تاعنا من الخارج تكون سلعة أخرى، هذا كذلك لازم القوم يتفق، لازم نتفق على الجودة، لازم نتفق على العمل، لازم نتفق أن الإضراب ما هوش حق مشروع حتى إلى يهدم اقتصاد، لازم نتفق أن الإضراب ما هوش حق مشروع حتى إلى يخلي الخزينة العمومية فيه إجماع. هذا من الأمور اللي ناشد لها التجمع الوطني لوثبة وطنية من طرف أحزاب، من طرف حكام، من طرف مجتمع، من طرف طبقات أو جمعيات أو منظمات، نتفق على شيء يخدم البلاد. ونبقى بطبيعة الحال بخلافاتنا بآرانا متعددة فيما يخص كيف نتصور الجزائر. سيد لامين العام، ربما نروح لملف آخر، هو ملف منتدى المؤسسات الاقتصادية. كان لكم تصريح ربما اعتبروك الرجل السياسي الأول، كثير اعتبرك الرجل السياسي الوحيد حتى لا أقول الأول، اللي دافع علانية على رجل الأعمال علي حداد. وكانت هناك قراءات متعددة، يعني كان من بينها أنه أحمد ويحيى يريد استقطاب رجال أفسيو، البعض ذهب إلى حد القول، ومن دوشي كنت قريت في بعض الصحف وكذا وتابعت، ذهب إلى حد القول بأنه رجال أفسيو ستكون لهم أفضلية مع سي أحمد ويحيى في الحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بل هناك من ذهب إلى حد القول بأنه سيترأس القوائم بناء على تعليمات أرض كما يقولوا. بارك الله فيك. شوف، إذا كان الأمر يتعلق بعلي حداد، علي حداد نعرفه وعندي مشاعر تجاهه، وأنا ماشي من الناس اللي نبدل نقلب الفيستا كي نشوف يجيب لي ربي الريح تبدل. الزوجة منتدى رجال الأعمال لو اف سي مكسب للجزائر، نقول لك علاش مكسب للجزائر. كي يجونا مقاولين بلدان الناس، يجوا طاقم، توت لا فورس تاعهم جايه في الطاقم تحت عنوان واحد. احنا في كل حاجه لازم نتنوع، عندنا ثمن جمعيات تاع ارباب الاعمال. هل من نهار تخلق الاف سي هذا قبل علي حداد ومع علي حداد، هل ما جعلش واحد القوه الضاربة للاقتصاد الجزائري كي جينا لو ميداف تاع فرنسا؟ عندنا شكون نحطو قدامه؟ الآن ندخل الحلقة الحزبية. يا ودي تابعوا فقط نصوصنا الرسمية، هذا وين خرجنا من المجلس الوطني تاع الحزب، وقلنا أن الهيئات الولائية هي اللي توضع القوائم، وقلنا أن القوائم ستكون فيها إلا المناضلين، و و و ما الباقي اللي يحب يغني بغناه. احنا نعترف بحق كل واحد يعطي رأيه، الخبر يجيبوه توالا. نظن من على شهرين ثلاث شهور أقصى حد تضبط القوائم وتودع القوائم، نشوفوا شكون هو حزب الشكارة، شكون هو حزب المال. وحنا نفتخر إذا كانت عندنا ناس مناضلين عندنا وأرباب عمل عندهم شركات، ولو لماذا لا؟ حزب التجمع الوطني الديمقراطي ماهوش حزب شيوعي، حزب وطني. طيب نروحوا لسيادة الأمين العام، التحركات الأخيرة في الشهر أو الشهرين هذو الأخيرين، السيد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي كثر كثير من تحركاته، ربما نهار عطلة ما عندوش أو حتى نص يوم. الكثير يعتقد بأنه أحمد ويحيى يطمح هذه المرة لاعتلاء المركز الأول في التشريعيات، خاصة أنه هو الأفلان بينه وبين. عندكم سيادة الأمين العام، عندكم القدرة لاحتلال المرتبة الأولى في التشريعيات القادمة؟ القدرة؟ شوف أخي الكريم، لنرجع لتصرفه وتحرك العبد الضعيف، نرجعك المراجع 2006 ومراجع 2011. كل عشية موعد انتخابي أولا تشريعيات ثم حتى بعض الأحيان المحليات، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي يمشي للميدان يجند قواعده ويتطرق أو يقيم أوضاع البيت وساعات فيه تصحيحات. الآن نأمل أن كل الأوائل، أعتقد أن كل أحزاب في الجزائر تأمل أن تكون الأول، لكن إحنا مدامنا ديمقراطيين ونحترم الشعب الجزائري ونعرف أن الظرف حتى الظرف أصعب من ظروف أخرى، إحنا ماشيين تاكلين على خدمتنا، تاكلين على ربي، وذاك الوقت نشوف وش عندكم القدرة سيد لامين العام الاحتلال. وش هي القدرة؟ القدرة مثلا شعبيا التجمع الوطني الديمقراطي شعبيا قادر ينافس لفلان في التشريعية القادمة؟ ما نفسوش، ما نفسناش. لنسأل فقط، من هارز التجمع هو ينافس الأحزاب الموجودة في الساحة بما في ذلك لفلان؟
هذا اللي يجيب المرتبه الاولى في الشريق. خلينا نروحوا للماتش نلعبوه ونشوفوا واش يكون سكور. طيب نروح للملف اخر ربما، ملف نوريه بن غبريط وزيرة التربيه، ايضا التجمع الوطني الديمقراطي مقارنه بالحليف الاستراتيجي كما تصفوه لفلان، اعلن صراحه في العديد من المرات، وانت شخصيا سيادة الامين العام اعلنتم على مسندتكم لوزيرة التربيه بن غبريط. هذا المره جاء ربما الكثير ايضا، هناك العديد من القراءات، بعضها يعتبر بانه هذا المرة طفح الكيل بعد ما خرجوا التلاميذ للشارع عطلة ما عطلة 10 أيام 18 يوم، كيفاش تشوف أيضا هذا الميل؟ شوف احنا دافعنا للسيدة وزير التربية الوطنية، أولا نساند الحكومة، وثانيا كون أن في مرحلة من المراحل كان قطاعها وهي مستهدفين لأنهم قاعدين عاكفين على تطبيق رئاسات المنظومة التربوية ورئاسة الإصلاحات، عفوا إصلاحات المنظومة التربوية، وهي إصلاحات اللي جت من اللجنة اللي أسسها الرئيس في 2001 رئيس الجمهورية. هذا دعم، لكن دعم ماهوش دعم مطلق لكل شيء. نعطيك على سبيل المثال الإجراء الأخير مع قضية العطل، العطلة الشتوية، أعتقد أن كان فيه يعني ربما شيء مؤسف، لأن تقلص عشان ما ندخلش في صلاحيات البيداغوجيين، لكن ربما تخلق له تعبئة باش يقبلوها الأساتذة ويقبلوها الأولياء ويقبلوها التلاميذ. الآن ما ندخلش أنا في تفاصيل العملية كيش مشات، لكن درنا إجراء ذات وزارة التربية الوطنية، ظهر أنه إجراء مقلق، وصبحنا صبحت الوزارة تراجع عليه. كان من الأفضل لو ما كاش هذا الإجراء كامل، ما قلصتش من المرحلة باش نلقاو الولاد برا، لأن الولاد خرجوا. الولاد أنا ما راحش نشوف يد أجنبية، نشوف أيادي هنا، اللي عنده حساب مع الدولة حوسس فيه بالشارع. موش مليح نوصلوا ندخلوا الولاد في هذه الصراعات. ومدت إشارات معينة على أنه لما يعني قال لك تلاميذ وخرجوا للشارع عاودوا جابوا الحق، يعني وكأنه إشارات معينة على أنه اللي يخرج للشارع يدي المطلوب. جابوا الحق مع من جابوا الحق؟ بمعنى جابوا الحق مع والديهم. وزيرة التربية الوطنية الجزائرية وأم ومسؤولة كوزيرة التربية مسؤولة أم 8 ملايين تلميذ، والدولة الجزائرية مسؤولة على عائلتها اللي هي عائلة الجزائريين كلهم وبخاصة الأولاد تاع المدارس. واش من جاب الحق؟ احنا عندنا واحد العبارة اللي نشوفها تتعمم في الإعلام، رضخوا. إذا كان سلطة في قطاع ما عالجت إشكال نقابي استجابت بارك الله رزقه، كأنه دائما قضية غالب ومغلوب. هذا الخطاب هذا اللي موش خطاب لي في رأينا احنا، موش خطاب اللي يخدم الشأن العام ولا يخدم تقدم البلاد. سيد لامين العام أيضا في ملف ربما طرقت له الصحافة الوطنية والصحافة الدولية، مسألة عودة الفريق المتقاعد محمد مدين المعروف باسم توفيق. الكثير قال بأنه سيعود في منصب اللواء المتقاعد لسيد بشير طرطاق في منصب مديرية المصالح الأمنية، البعض الآخر قال لا سينشأ منصب مديرية الأمن القومي وسيكون على رأسها الفريق توفيق، والبعض قال لك لا أكثر من ذلك، صحف أجنبية قال لك باللي عاد وراو يزاول منصبه كمستشار برئاسة الجمهورية والقرار سيعلن. وش يقول سيد الأمين العام؟ أولا كإنسان شغل في دواليب الدولة ما ننكروش الخير تاع المجهود اللي قدمه الأخ الفريق توفيق في خدمة البلاد. الآن هو في التقاعد، احنا في الجزائر كثرت ثقافة القزانات، احنا يوم الجمعة يوم مؤمنين ما نقزنوش. طيب نروح ايضا لمساله خلاف، هي مساله ربما الاقاويل، وايضا كما راك تقول سيد الامين العام بين الفريق احمد قايد صالح وبين مؤسسه الرئاسه، والبعض يدخل حتى شقيق الرئيس في هذه المساله في حديث على خلافات الى غير ذلك. موقفكم سيد الامين العام؟ هذا كلام تاع اللي يبحثوا على المشاكل. الدوله لها رئيس جمهوريه، دستوريا هو القائد الاعلى للقوات المسلحه، تركيبه الدوله الجزائريه هو وزير الدفاع الوطني، ضيف إلى ذلك هو مجاهد، وفيه أخ نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان عينه الرئيس وهو مجاهد كذلك. نظن هاد الناس اللي تبحث كي ما تلقاش مشاكل تحوس تخلقها من السماء ولا من الأرض كيما نقولوا بالعامة. البلاد راهي تمشي، عندها رئيس، عندها قائد أركان، وهو في
ولا كامل لرئيس الجمهورية وفي تجانس كامل مع سلطة الرئيس، والباقي خلي المتحدث يتحدث. أحمد ويحيى مع هدى 5 للرئيس بوتفليقة. إحنا هذه الساعة نطلبوا له الصحة والمزيد من القوة والمزيد من قدوة البلاد للأمام. وسنة 2019 إذا ما ترشح الرئيس بوتفليقة يدعموا أحمد ويحيى؟ من 2019 تضمن لي غدوة أنا حي؟ ضمن ربي سيدي سبحانه، خلي مال بعض الأمور مولانا. طيب نروح أيضا ربما للملف آخر، ملف تصريح وزير الخارجية ربما أيضا مهم، وزير الخارجية سيد رمضان العمامرة اللي قال ربما بأنه الكثير فسر على أنه خروج على الدور الجزائري التقليدي اللي هو الحياد في الملف السوري، لما قال بأنه الدولة السورية انتصرت على الإرهاب في حال. موقفكم سيادة الأمين؟ أنا إنسان شاطر 1000% مول الكلام تاع وزير الخارجية الجزائري يقول لك علاه. نعرف بلي هناك في الجزائر طيار عن قرب ولا عن بعد يلتحق بطيار الإخوان المسلمين في العالم، وهذا الطيار يختلف مع موقف الدولة الجزائرية في بعض القضايا الخارجية، منها قضية سوريا. سوريا لو نفكر شوية، لو تطيح سوريا كما طاحت العراق، ونتمنى إن شاء الله الأشقاء في العراق يحافظوا على أمن واستقرار ووحدة بلادهم، والأشقاء في سوريا نفس الشيء. بكري في حضارتنا وتاريخنا نقولوا الشام، نقولوا حضارة بغداد. إذا نطرح سؤال علاش ما سمي بالربيع؟ ضرب فقط العالم العربي الإسلامي. ومن ثم نسأل هل في مصلحة الشعب الجزائري، ما نكلمش الطيارات السياسية الجزائرية، أن تسقط سوريا؟ نذكرك كي كانت ما سمي بالثورة في ليبيا، كان قامت قيامة هنا في الجزائر من بعض الأبواق على كون علاش الجزائر ما ساندتش الثورة في ليبيا. هل هذا كان يخدم مصلحة الجزائر؟ هل هذا كان يخدم مصلحة الأشقاء في ليبيا؟ إذن ساعات الإنسان لازم يعمق شوية التحليل تاعه. وزير الخارجية بحكم منصبه وحكم اتجاه الدولة الجزائرية اللي لقى التصريح هذا ما جاش هكذا يا عفوي، ما هو الشخصي يعبر عن موقف يعبر الدولة الجزائرية، يعبر على موقف الدولة الجزائرية اللي لا تأخذ موقف مع هذا الطرف ولا هذا الطرف في سوريا، لأن حرب أهلية بأيادي أجنبية، ونريد أن تكون سلامة سوريا ووحدة سوريا وبقاء سوريا. طيب البعض يشوف أيضا سيد، هذا هو سؤالك الأخير اعتقادي، ما زال سؤال واحد فقط بخصوص المغرب لازم نتطرق له سيادة الأمين العام، يهمنا دولي، يعني التحركات الأخيرة للمغرب بخصوص العودة للاتحاد الإفريقي، التحركات الأخيرة ربما فيها نوع ما تحت الطاولة أيضا استهداف للجزائر، موقف حزب التجمع الوطني. احنا موقفنا بطبيعة الحال لا يختلف على موقف دولتنا، فنقول لك أن الدولة الجزائرية نهار جا وفد مغربي عشية قمة الاتحاد الإفريقي في رواندا قال باغيين يدخلوا، الدولة الجزائرية قالت لهم ما عندناش مشكل معكم تدخلوا، أنتم أفارقة، لكن في احترام الميثاق تاع الاتحاد الإفريقي. إذن عودة المغرب أو دخول المغرب الاتحاد الإفريقي ببقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كعضو للاتحاد الإفريقي احنا شيء نعتبره طبيعي. الآن هناك خلاف في قضية الصحراء الغربية ما بين الجزائر والجار المملكة المغربية، هذا معروف، لكن الشيء اللي مادام عطيت لي الفرصة نشد إليه، خلينا نكون واعيين وحذرين لكي خلاف ما بين زوج أنظمة على قضية للجزائر دافع فيها على مبادئ، خلينا ما نخلوش يصبح خلاف ما بين شعبين. ساعات فيه واحد المزايدة في الإعلام تاع بلادي، نتكلم كجزائري، يعني كأننا رانا في حرب، هذا ما يخدمش البعد. حتى الإعلام المغربي أكيد أنا نهضر في دارنا، نهضر في دارنا، نهضر مع خوتي، لأن لازم ديما واحد يدير مجهود، وربما إن شاء الله الآخر يزيد يدير مجهود. هما جيراننا وإحنا جيرانهم، ما يرحلوا ما نرحلوا. تعيا قضية الصحة الغربية تلقى حل، يعيا أن الخلافات ولا المشاكل اللي توجد ما بين الجزائر والمغرب، تدفق المخدرات إلى آخره، تلقى حل. فخلينا نسير مصالح الجزائر طرف الحكومة وطرف حزاب تساند إلى آخره، لكن كما يقولوا بالفرنسوية ننسلطن با لافنير، ما نغامرش بالمستقبل ما بين زوج شعوب، شعوب شقيقة وشعوب جارة. شكرا لك سيادة الأمين العام.
الكثير يعتبر بأنه سيد أحمد أويحيى سيادة الأمين العام عنده كل مقومات رجل الدولة من كفاءة من قدرة من كل شيء، لأنه في بعض الأحيان ربما تصريحاته الغير شعبية تجلب له، خاصة منها قال الشعب ما يحبش ما لازمش ياكل الياورت. لا الياورت كذب صراحة. كذبة، شوف ماهوش وليد الشعب، وليد حي شعبي، وليد خدام الله يرحمه. أنا قريت بفضل الدولة الجزائرية، صح نبتعد من الشعبوية باش نخدم مصلحة بلادي، لكن قال ما كانت زوج مقولات. قال لك قال الشعب ما يلزمش ياكل ياغورت، وحشاك وحشا قدرك وحشا قدر المستمعين، قال لك جوع كلبك يتبعك. هذه الناس اللي قالوها هذاك هو مستواهم، هذاك هو ما يعرفوا يعيشوا إلا بالكذب. عطيت لي فرصة باش نوضح لك النقطة هذه وبارك الله فيك. نتمنى لك التوفيق في حياتك المهنية وحياتك الخاصة سيادة الأمين العام. نتمنى إن شاء الله موعدك مع القدر يكون قريب إن شاء الله. نتمنى جمعة مقبولة لشعبنا المسلم والخير للجزائر والمزيد من التوفيق لقناتكم إن شاء الله. شكرا لك سيادة الأمين العام، بارك الله فيك. شكرا. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذا العدد الخاص من حوار خاص مع السيد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى.